طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم على قناة الحقائق بالوثائق. الذكرى 20 لغزو واحتلال العراق، وضيفنا الكريم الدكتور وليد الراوي سكرتير وزير الدفاع الأسبق الفريق أول الركن سلطان هاشم أحمد. حياك الله دكتور، مرحبا. اهلا وسهلا ابو تارك، اهلا وسهلا بك، شرفنا. اهلا وسهلا. خطة الدفاع عن بغداد ذكر سلطان هاشم في مذكراته، حضرتك أيضا مطلع على هذا الأمر ونوه، يعني مو بشكل تفصيلي دقيق لأن احنا ما نعرف شنو مضمونه، بس قال ما أخذوا بها وبعدين رجعوا عليها وأخذوا بخطة الحرس الجمهوري، يعني بالمفاهيم العسكرية المصطلحات العسكرية اللي نأمل من حضرتك. والسادة المشاهدين أيضا أريد أنوه، يقولون خليه يسترسل، أنا راح أضع أمامك مفتوح هذا الموضوع تتحدث به حتى لا أقاطعك. شنو إن هي شاء الله. خطة الدفاع عن بغداد اللي أعدتها وزارة الدفاع سلطان هاشم؟ ماذا تضمنت؟ وليش رفضت؟ وشنو خطة عدي قصاي الفريق أول سيف الدين الراوي؟ شنو التعارض اللي بينهم؟ يعني وليش أخذوا بهاي وما أخذوا بهاي بعدين رجعوا على خطة وزارة الدفاع؟ تفضل دكتور. اولا عدي ما له علاقه بخطه الدفاع عن بغداد، هو قائد فدائي صدام، يشرف على فدائي صدام ووحداته متوزعه، بس خطه دفاع بغداد حقيقه الجيش العراقي اعد الخطه، وزاره الدفاع اعدت خطه الدفاع عن بغداد وتم عرضها على الرئيس، على السيد الرئيس. والخطه تتضمن ما يلي: نعم تقسيم بغداد، تعرف بغداد شكلها، طبعا ما علينا بغداد المدوره، بس القصد انه القوات الغازيه والعدوان قد يسلك كل المحاور للوصول الى بغداد، وهذا فعلا يعني مثلا المارينز انزالات بالرمادي وتقدموا، عندك محور اجى من الكوت باتجاه الزعفرانيه، المحور الرئيسي اجى من بابل. فاذا القياده العراقيه سواء حرس او جيش او حتى القياده السياسيه تتوقع ان القوات المعاديه ستاتي من اي محور الى بغداد، لذلك تم تصميم الدفاع على شكل دائري من بغداد، لانه من اي خطه الدفاع عن بغداد اللي اعدها الجيش العراقي تنقسم الى ما يلي: اولا طبعا انقسمت الى ثلاث قواطع، القاطع الجنوبي والغربي، اللي هذا جنوبي وغربي، يعني منين احنا نجي؟ جنوب بغداد منو؟ بابل. نعم. اللي هو هذا يخصص للحرس الجمهوري لسبب التواجد الميداني لهذه القطاعات. يعني احنا الجيش قطاعاته اقرب وحده عسكريه الى بغداد 120 كيلو جيش، اللي هي الفرق بدياله، هذه اقرب مكان الى بغداد، والبقيه موزع على كل العراق. اذا خطه وزاره الدفاع اولا القاطع الجنوبي والغربي هذا يخصص للحرس الجمهوري، اللي هذا دفاعه يكون باتجاه محافظات الفرات الاوسط ويمتد، حتى تكون بالصوره احنا عشان نفترض ان هي خريطه، من الصويره داخل صويره جنوب بغداد جنوب الشرقي تقريبا الى بغداد باتجاه جبله ثم مشروع المسيب الى الرضوانيه ثم الفلوجه داخل، هذا القاطع الاول اللي سميناه القاطع الجنوبي الغربي واللي كله فيه الحرس الجمهوري. زين هاي الفرق اللي كانت فيها حرس جمهوري، يعني ممكن مسمياتها حمورابي بغداد لا مو 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 بغداد مو في لا الموصل. نعم احنا لا واحده بالموصل واحده بالكوت واحده بتكريت، هذا الفكره عندما القائد العام يوافق على الخطه فرضا، لنفرض انه جدلا تم الموافقه وتذهب للحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري سيحدد قطاعات مدرعه اليه مشات احنا ما خصصها من هي. هذه واحده. اثنين القاطع الشمالي والشرقي، هسه احنا ناقشناه جنوبي وغربي، الجنوبي والغربي. ايه الجنوبي والغربي، هذا الشمالي والشرقي، ايه هذا يشغل الجيش من خمسة فرق، نسحب فرق من الفيالق ونخلي الجيش بخمسة فرق تشغله، يمتد من الفلوجة خارج، تذكر ذاك القاطع شاف فلوجة داخل خارج الى القرمة سبع البور، نعبر التاجي، نعبر راجدية الى النهروان ثم الى الصويره خارج. طيب هناك بدا، هناك كان صويره داخل،
أما القاطع المركزي يعني مركز مدينة بغداد فيخصص إلى جيش القدس، يكون مسؤول الدفاع عن هذا الحقيقة المحور أو هذا القاطع. هذا ما يخص بغداد وزارة الدفاع. إذن قسمت إلى ثلاثة خطوط دفاع. أما خطة الحرس الجمهوري فأيضا كانت عبارة عن خطوط وليس قواطع مثل ما ذكرت لك. قسموا بغداد إلى ثلاث خطوط دفاعية. خط الأول طبعا خطة الحرس الجمهوري أكيد الجيش نفس الشيء، من نقول مشروع مسيب مشروع مائي تمام، من يجي مناطق يعني يستند بالحالتين يعني خطتين تستند على موانع طبيعية جد الإمكان لأن هذه تكون أفضل في الدفاع. خطة الحرس الجمهوري الخط الأول اللي هو التقاء نهر جدة مع ذراع تجدة في منطقة التاجي ثم الفلوجة، حيث التقاء نهر الفرات من نهر دجلة على القناة ثم الفرات إلى المسيب، بعد ذلك يسير مع المشروع الإروائي اللي يصل إلى نهر دجلة في منطقة الصويرة، بعد ذلك يعبر إلى النهروان اللي هو شرق دجلة، نهر ديالة، منطقة الغالبية، ثم إلى نهر دجلة شمال بغداد إلى تكريت. شفت الخط الأول هذا؟ هذا الأول. الخط الثاني اللي هو من نهر صدام يعبر للراجدية إلى دجلة. أما الخط الثالث اللي هو القريب فهو أطراف مدينة بغداد، يعني إذا تصورت أكيد تعرف بغداد جي. نهر ديالة، معسكر راجدية، يعني نهر ديالة يعبر على راجدية، عقرقوف، مطار صدام، اليوسفية. عمق الموضع الرئيسي للحرس الجمهوري 40 كيلومتر. يعني هاي ثلاث خطوط عندما تشغل بقطاعات حتشكل عمق 40 كيلومتر، وأمامها تندفع القطاعات الساترة والحجبة بمسافة 20 كيلومتر. إذن 60 كيلومتر أمام بغداد، يعني من حافة بغداد خلينا نقول، هذه عبارة عن خطوط دفاعية للدفاع عن بغداد. عندما عرضت خطة وزارة الدفاع على الرئيس، يعني من عدل وزير عدت وزارة الدفاع على رئيس كان الجيش والعمليات والتخطيط دوار المعنية، عدوا الخطة وعرضوها على الرئيس أنه هاي خطة وزارة الدفاع، قالهم لا، مسؤولية الدفاع عن بغداد هو مسؤولية الحرس الجمهوري. إذن هي مو خطة أقرت ولم يتبنى بها ولا رفضت الخطة، يعني أرجو المشاهد حتى نكون دقيقين إحنا من نحكي. أنا مو من أقول رفضت يعني معناها بها خلل، أنا مقابلها، أنا مراضي عليك، هذا مو عمل، مو من رفضت، صح لو لا؟ أنت قانوني تعرفه. لكن أنا أقول لما أنا من جاء الجيش بخطة وكلف من القائد العام القوات المسلحة قال له هذا واجب فلان، يعني مو واجبك، فهمت؟ يعني معناه أنا خطتك ما رح أقر لها بالتنفيذ، هذا أمر. هو تحديدا أصلا قال أعدينا خطة وزارة الدفاع الله يرحمه سلطان هاشم، وقال ولم يؤخذ بها، ولم يؤخذ بها. ما طبعا ما أخذ بها أستاذ أبو إيثار، المشاهد الكريم خليه يسمعني، أنا كلف الحرس بها فطبعا ما أخذ بغير خطة أني، لأن أساسا أني هذا الواجب مكلفة لقطاعات. أوكي. وهذه القطاعات أولا قد أكو مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، يعني حقيقة هذه أنا من أجيها السباوة، إحنا صحيح حيسحب خمس فرق مشات الجيش لنفرض أقرت وزارة من الدفاع، زين إحنا الآن في قطاعاتنا وين موزعة؟ يعني أنت عندك فيلقين بالشمال ومحور التركي كان فاعل إلى أن صوت البرلمان، يعني أدرنو قائد الفرقة الرابعة اللي بعدين أصبح رئيس أركان الجيش الأمريكي وصل إلى حدود تركيا هو والقطاعات مالته، الحكومة قالوا له البرلمان رفض استخدام الأراضي التركية للغزو ورجع من الشمال من تركيا إلى الكويت، هاي الفرقة الرابعة المشاهد اللي يقودها أدرنو. أنا أجي قطاعاتي وين؟ أنا هسه الآن نعم أنا مع الوزير، يعني بالعكس وزارة الدفاع والسيد الوزير ذو الخبرة ودون التقليل من 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 خلينا كفاءة ضباط الحرس الجمهوري، بس احنا وزارة الدفاع عمرها من 21 تأسس، نعم خطة كاملة والقطاعات تخصص ايضا اذا وافقت عليها القيادة، بس انظر من زاوية اخرى انه اولا الحرس الجمهوري واجب الدفاع عن بغداد بالسلم والحرب، يعني مسؤولية امن بغداد ليس للجيش إنما للحرس الجمهوري، بحيث أقرب قطعة عسكرية مقاتلة عن بغداد للجيش تبعد 120 كيلومتر تقريبا فوق السعودية، العفو فوق إيه يعني جلولة ما جلولة، هاي أقرب قطعة من الجيش، يعني ممنوع الجيش يجي، يعني أكو تهديدات أمنية كبيرة يمكن
يعني مثلا ممنوع قطع عسكري من الجيش تفوت اذا ما موافقه امنيه من الامن الخاص من تي تعبر بغداد. اكو ظروف امنيه معينه، موضوع حمايه القياده النظام، لذلك اكو تحديدات امنيه. اثنين، القطاعات الحرس اساسا موجوده حول بغداد وهم اساسا مكلفين سلما وحربا للدفاع عن بغداد وامن الدوله، لذلك من الابدان يعني افضل ان تكلف هي باخذ خطتها. فالوزير نعم وزارة الدفاع عدت خطة ما أخذوا فيها، يعني ما هو مو رفضت لكنه كلف، قالوا له الوزير الله يرحمه قال له أنه بغداد من مسؤولية الحرس الجمهوري إذا نأخذ خطة الحرس الجمهوري. هذا اللي صار. موضوع العودة إلى هذه الخطة، يعني نعم بعض يعني دائما أحكي مع برنامجك والآخرين، يا أخوان منكم يا الأحياء الله يرحم الأموات والشهداء، كتبوا عن هاي المرحلة، لأن هاي مرحلة تتم العراق وليس يتم مثل ما يدعون النظام. هو العراق احتل ودمرت الدولة، نظام راح. فهذا أول. اثنين، تاريخ جيشك هذا، الشهداء راح مو أبناء العراق من الشيعة والسنة وكرد، عيب هالمفاهيم، هذه التقسيمات الحشاك الطائفية القذرة. فهذولا خلي يكتبون، ينظر يعني الشاهد يكتب حتى لو مستوى عمل فصيل، فصيل يعني السوء. لذلك دكتور أنت يعني ساهمت وشاركت ورجل تكتب تاريخ عسكري، ندعو أيضا ودعوتك هذه إن شاء الله تصل للأخوة من القادة العسكريين والآمرين اللي يعني كانوا موجودين بالساحة ولهم باع طويل بهذا الأمر، يعني يحذون حذوك، حذو دكتور الفريق أول ركن سيف الدين الراوي، فريق الحمداني عبد الحمداني واخرين. تبوا تاريخكم احسن ما غيركم تشوهوا، عند يشوهون انت تشوف يعني، يعني يشوهون يعني كثير من الاسئله. اكو مساله يعني انت ذكرت انه الوزير قال رجعوا الى خطه الجيش، تذكرها؟ نعم. حقيقه هو اللي صار شنو، احنا قلنا اولا وهذه مساله مهمه جدا يعني يجب المشاهد الكريم ينتبه لها والضباط، أنه عندما قسم العراق إلى 4 قواطع عمليات، قاطع الأوساط كله بي قصي يقوده وقطعات اللي عند الحرس الجمهوري، لكن من حدد ومسؤولية هذا القاطع تمتد من الحلة إلى الكوت إلى صلاح الدين إلى الأنبار. يعني ما معناه أنه الجهد المتيسر لديه كقائد يزجه في أي عملية في هذه القواعد، لذلك الحرس الجمهوري وخصة فيلق الثاني استنزف كثيرا في الدفاع امام بغداد بمسافه كبيره، وهذا معروف في المعارك اللي حثت في قاطع الحله وامامها. هذا موضوع. موضوع العوده لخطه بغداد هي حقيقه اللي صار ما يلي، يعني وبعض المصادر تقول يوم 28 اذار، لا مو 28 اذار اللي هو العوده الى خطه الدفاع عن بغداد، بالضبط بعد احتلال مطار بغداد. احنا يوم انا في حلقه وياك سابقه الروس زودونا بمعلومات عن المطار بعد ما احتل فانضرب ضربه صاروخيه، هذا المصدر الامريكي يقول تم تدمير مقر اللواء الثاني بالكامل بسقوط صاروخ ارض ارض، احد الصواريخ جاء مباشر على هدف في مطار بغداد. احنا كنا وين مقرنا كان البديل؟ في منطقه الكاظميه في بيت. انتقلنا اليوم الآخر، المطار احتل، الضربة الصاروخية نفذت الفجر، انتقلنا إلى مقرنا البديل في نادي ضباط القادة. حضرتك كنت مع الفريق سلطان يعني؟ طبعا لعد وين كنت طبعا. فايش قال لي الله يرحمه أظن بالعشرة الصبح، قال لي وليد، قلت نعم سيدي، قال لي حيجون مدراء العامين وزارة الري وحضروا خريطة بغداد كلف الضباط الركن، و أظن بالثنتين الظهر أو بالوحدة الظهر، قال لي اذهب إلى تقاطع الكسرة، يعني المشاهد الكريم يسمع، يعني جاي أنت من كورنيش العظمية وده تنزل هاي الكسرة، تقاطع الكسرة إذا تطلع قبل هو قاعة الرباط، فقال لي هناك التقي فريق سيف. قلت له تأمر سيدي، رحت فعلا وقفت، إجا فريق سيف صعدت وياه وحضر أيضا فريق سيف. إذن قائد الحرس الجمهوري حضره في اجتماع في وزارة الدفاع في مكتب وزير الدفاع العملياتي هذا لغرض مناقشة خطة تنفيذ الخطة الآن. بس هذا أنا أعتبره استوليت تمام، لو لا يعني 5 بالشهر القطاعات جميعها
يعني سواء قطعات الجيش العراقي في اشتباك، يعني عدا قاطع الفيلق الخامس والأول اللي هو لأنهم يعني ظل ما تمت المناورة بعض القطعات، بس أي مناورة تتم في ظل سيادة جوية، يعني أي قطعة تتحرك لواء فرقة 4-3 تحركت انذبحت، فرقة حمرابي تحركت، يعني على كل أنا بأخذ نصر. المهم ففي محاولة لتنفيذ هذه الخطة، بس المشكلة أنه أنت حجم القطعات اللي عندك غير متيسر، وللأسف صار اللي صار. نعم أستاذ. خلي أسألك على المؤتمر الصحفي اللي عقده الفريق أول ركن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق رحمه الله. الله يرحمه. وكثير صار عليه أحاديث، أريد من حضرتك طبعاً الفريق الركن وليد حميد توفيق الناصري يعني عنده رأي ذكره، وأيضاً الأخ منير عبد الكريم استضفته قال أنا مطلعي ما عرفت الرئيس أو عزله، أنا صرح هذا التصريح أنه الأمريكان على أعتاب بغداد قريبين، قال حتى يستنفر الشعب ويرفع معناه الشعب ويتهيئون. حضرتك إيش تعرف عن هذا الموضوع؟ بالضبط مثل ما ذكرت أنت، مثل ما قال أستاذ نمير مضبوط. أنا سألت السيد وزير قال نعم السيد رئيس قال اذكر هذا الموضوع حتى الشعب يتهيأ ولا تكون هنالك مفاجأة في دخول قوات المعادية إلى بغداد. صحيح 100%. لأن تذكر حضرتك في آخر لقاء مع الأستاذ الفاضل وزير التجارة الأسبق محمد مهدي صالح، نعم، حدث بهذا الموضوع وذكر سلطان هاشم يعني، وأنا رجعت نوهت بحلقة، تعرف إحنا نريد الحقائق يعني كما هي، نعم، وما يصير تشويش عليها. يعني هاي نقطة ثلاث مصادر عندك أستاذ نمير وآني والسيد الوزير حكاها بالإعلام، يعني بعد أكثر من هالمصداقية شو يصير؟ تمام؟ يعني هو مو الحال حكاها الرجال. لا 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 أبدا أبدا. وأكو هنالك ضباط ما أذكر أسمائهم شهود على هذا الحديث، يعني شهود على حديثنا معاه من قال أنا يعني استمد توجيه من السيد الرئيس أن أذكر هذا الموضوع بالإعلام حتى الشعب العراقي لا يفاجئ ويتهيئ للقتال. يقول لك هذا خلى انهيار المعنويات الشعب العراقي والجيش عندما ذكر الفريق سلطان هذا الشيء، بينما التوجيهات من الرئيس هو ما اجتهد من عنده، وانما الرئيس وجهه ان يقول هذا الشيء بالمؤتمر. نعم. حتى يتهيئون الشعب يتهيئ شوف. والجيش شوف. قد يكون نعم قد يكون نعم ذو تاثير نفسي على المواطن وليس على الجيش، الجيش ده يقاتل ده يعرف العدو وين وصل، شو المفاجاه؟ يعني الحرس الجمهوري ده يقاتل ويشتبك بمعارك يومية ساعة في ساعة، ويعرف القطعات المعادية وين وصلت، ويعرف صار انزال بالمطار، صار انزال بالرضوانية، صار انزال باليوسفية وبالأنبار وتقدم القطعات المعادية، ده يعرف أنه قابليته معروفة ويعرف أنه قريبا قد يحقق بعض أهدافه. أما المواطن العراقي نعم المهم مطلع على موقف العمليات قد يفاجئ وقد شكلت صدمة له نسبيا. نعم دكتور الرئيس صدام حسين، نحن ما علينا من القيل وقال ويشاع، يعني استطلعنا كثير من الآراء، الناس القريبين من الرئيس من مرافقين من رجال الحماية، هاي المبالغات والتهويلات تعرف قائد عام قوات مسلحة ما أعتقد يمسك بندقية وينزل يقاتل الأمريكان. وين الاشتباكات صارت أهم الاشتباكات في بغداد مع الأمريكان؟ حتى نجي على موضوع معركة المطار، معركتين ثلاثة أربعة أيضا هذه صار بها تهويلات، وإحنا نريد نضع الأمور في نصابها الصحيح بسفر التاريخ، ما نريد شغلات يعني تجي من قيل وقال. أنا أتحدث لك شوف يعني اعتبرت منهجي لي صح، عندي مشاهدات مع الوزير الله يرحمه، كنا يوميا إحنا في مع رئيس أركان جيش مع رئيس أركان جيش، والموقف أمامنا يومي، يعني الموقف يومي يدام بالنسبة لمكتب الوزير، مو مكتب حقيقة، غرفة عمليات الوزير خرائط لأنه يوميا عنده لقاء مع الرئيس وعنده إجازة، القيادة العامة تطلب من عندنا مواقف يومية ويتواصل ويانا القائد العام أمين سر العام القيادة العامة الفريق الركن ما أجيب اسمه يعني الله يعطيه الصحة والعافية، أكثر من مرة طالع على التليفون. هذا شيء. أما أنا يعني اعتبرت منهج كل ما يتعلق بما أنه القليل من القادة كتبوا معدودين عدد الأصابع، فريق سيف الله يحفظه كتب في كتاب، فريق رعد الله يحفظه كتب، فريق مجيد
قائد فريق ثاني الأول حرس كتب، وفريق ياسين معيني معروس كان جيش عمليات كتب، كتبهم مطبوعة وموجودة بالمكتبة عن المعركة. إلا ما أنا وذكروا بعض المعارك وذكروا بعض الخسائر. إنما أنا ياسين الرجل مشكور من زمان بعث الكتاب مالته. نعم. إنما أنا أميل للحقائق المعارك والخسائر من المصدر الأمريكي الرسمي، اللي الكتاب اللي أعتقد في ذاك الحلقة شوفسكيا، اللي هو American Army in the Iraqi War. وأكو يعني مسألة أنا الآن أقتبسها من هذا الموضوع، يعني إذا تسمح لي بس لحظة. تفضل. اليوم حضرت لك إياها حتى نشوف شو يقولون هم عن هاي المعركة اللي الرئيس كان واقف وين؟ في يم ساحة يم جامع أم الطبول. أم الطبول. الأمريكان شو يقولون؟ مو أنا. طبعا إذا يذكرون المشاهدين الكرام ويذكرون أنه الفرقة الأمريكية الثالثة بعد ما احتلت مطار بغداد، هم على المصدر يقول يوم 5 أبريل يعني 5 نيسان دخل، طبعا هذا اللواء الثاني من الفرقة الثالثة يقود العقيد بيركنز، يجوز هسه صار رئيس كان جيش، ما دخل من المطار. وأنا الوزير قال لي روح شوف يعني بعد ما انسحب، طبعا بعد ما صارت معركة أنا شفت المحور ماله من المطار، طبعا ما وصلت المطار، مطار بيه العدو، بس بتوجه من المطار باتجاه البياع، من البياع طلع باتجاه السيدية، وصل علوة السيدية للخضار استدار ورجع من يوم الطبول رجع. عندما رجع أو من تقدم الرئيس قال له ماذا شنو، كانوا يم حماية وبعض الضباط، فقال له قطعة أمريكية صدر أمر بضربها، وفعلا شو اسمه كبدت بعض الخسائر. شوف شو يقول هو هذا بيركن بالصفحة 100. نعم. يقول هجمات غير متسقة من قبل مجموعات مختلفة مدافعة من العراقيين. يعني هذا أمر اللي فات بهذه الجولة، هو يقول احنا تواجهنا هجومات كبدنا خسائر، وهذا بالصفحة 100 من الكتاب. طيب. ويذكر في مكان آخر على ضوء هذا يقول ردنا ناخذ برأي الجنرال ماتيس أبو المشات البحرية أنه إحنا ننسحب خارج بغداد على ضوء هذه العملية، ونبدي من خارج بغداد نضغط على بغداد بهجومات، لكن هذا المشكلة إيش حيسوي لنا باعوا الأمريكان، هذا حيطي مجال صدام حسين نصا لتكثيف الدفاع عن بغداد. هذا المصدر الأمريكي. يعني نعم كثير من الضباط حدثوا بالإعلام حضرتك المعركة والرئيس موجود وواجهوا الأسلحة بالآر بي جي، بس هذا المصدر الأمريكي يقول. طبعا الأمريكي ما يقول صدام حسين أو الرئيس كان هناك، يوم عرف يجوز كان قتله كان قلبه وديني إذا يرتون هناك مو، بس هو يقول. أنا أروي لك القصة، أروي المشاهدين الكرام وأكدها كما روالي المرافقين مع الرئيس، كان ببيت عماد الملا حويش ابن عم هذا وزير التصنيع العسكري زين. نعم. وحقيقة يقول رأسا الحماية تعرف منتشرين موجودين بالأفرع وبعدة أماكن يراقبون للطرقات، شافوا دبابات متجهة باتجاههم ففاتوا قالوا له الرئيس، فالرئيس تهيأ يعني وطلع غادر قال نجيبوا لي قاذفة زين، فهم حقيقة يعني ضرب الدبابات هذا كل اللي صار، الدبابات استدارت صدفة ما يعرفون الرئيس موجود، الرئيس بهذا الشخص عنده لا، فالرئيس بعدين من شاف ما راحوا باتجاه آخر انسحب، من راح التقى بطه ياسين رمضان حشالوا القصة قالوا هيش صاروا يانا وردت أضرب الأمريكان، قالوا أنت رئيس دولة وقائد وكذا يعني ما لازم تضحي وكذا وتعمل هيش الحشي صار غير واكو، حتى سأل الشخص آخر هل شارك بمعركة المطار الرئيس؟ قالوا لا مو بالمطار، رحنا إلى أماكن قريبة من المطار، النقاط الموجودة بال يعني مفترقات الطرق والطرق اللي متأدية للمطار، هذول جماعة المجاهدين العرب الفدائي صدام من الحرس الخاص المتواجدين في سبيل أن قوي معنوياتهم أنه الرئيس موجود وده يقاتل، هذا اللي صار. شوف استاذ ابو ايتام، اولا هذه معركه مال بيت مول حويش ما ادري، انا دا احكي على من كان واقف يم
بالشلتر مال باصات الوقوف يم ام الطبول، وفات بيركنز، وهذا بيركنز يقوله هو هذاك بيت عماد الشيخ عماد المنافيش هذاك مو بالطبول. انا ما هاي ما اعرف بها الروايه لا هذا لا, مو... لا انا ما اعرف بها، انا غير احكي بالعرف يا اخي، وانا ده اوضحها يعني. نعم مو احنا نريد مصدر، احنا شوف انا هسه من دعش وياك دا اعطيك رقم الصفحه بالكتاب الامريكي، والكتاب الامريكي موجود جوجل هسه، اي مواطن مشاهد يكتب امريكان وور امريكان ارمي ان ايراكي وور، هو جزئين، الجزء الاول انفيجن انسرجنسيز، الجزء الاول هذا ضخم شوفتيا تحدث عن الغزو، والانسرجنسيز يقصد التمرد يعني المقاومه، هم يذكرون عن المقاومه طبعا عندهم تفاصيل كبيره عن المقاومه، انا احكي عن ما ذكره هو، يقول لك احنا هنا احنا جابه هنا قوه من الفدائيين، هو يقول من الفدائيين والحرس الجمهوري، يا صحيح صحيح هذا الشيء زين، الرئيس ما كان معه، احنا مو الرئيس قائد ويخطط ويلتقي اكو مساله اخرى، اكو مساله مهمه اخرى. نعم بديهية، فرقه الحرس الجمهوري الخاصه بأمرت من قصي صدام حسين غير زين قصي وين مش... لا سيف شحني بالحرس الخاص برزان بدران عبد الغفور، برزان قائد الفرقه بأمرت من بأمرت الرئيس شخصيا، قائد العام غير الرئيس الرئيس لا 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 هي مو موضوع قائد عام، استاذ ابو يثار قائد عام يقود الجيش والحرس وحتى حرس الحدود، انا احكي فرقه الحرس الخاص المسؤوله عن حمايه الرئاسه والرئيس شخصيا، هذه بامره الرئيس شخصيا، هاي وحده. اثنين، عندما كلفت بواجب تحرير المطار بمعركه المطار كان اتصال بين الرئيس وبين قائد الفرقه، حتى بعض المصادر تشير انه من دي يتقدمون يقول له وين وصلتوا اثنين، تعرفوا جمع الرضواني دار سكن الرئيس، يعرفه يعرف هاي البنايه شكو بيها، يقول له انا مثلا سيد وصلنا فلان بنايه، يقول له عافيه وصلت فلان بنايه عفوا، هاي ما موثقه. نعم يعني انا اترك موضوع بيت ملا حويش، اترك الروايه الاخرى اللي الامريكا بيركنز هو قائد الامر اللواء هو اللي يقول، يعني تقول ان الرئيس قاتل بهذا المكان في موضوع، يعني في موضوع ام الطبول قاتل، اما في موضوع معركه المطار لا، ما انا ما عندي شوف ما عندي شاهد او معلومه انه قاتل، بس انا متاكد 100% من مصادر موثوقه وقريبه انه هو كان يوجه قائد فرقه الحرس الخاص في معركه المطار، كان يقود وليس نعم يقاتل. توجيه نعم بس ما لانه قائد قاتل احنا بالجيش ما صحيح استاذي احنا من نجي نحشي احنا توجيه، شنو توجيه احنا بالجيش عندنا مفهوم قياده وسيطره، شنو توجيه هذا موضوع قبل المعركه، اقول لك كان يقود معركه لانه كان يوجه قائد فرقه الحرس الخاص في قتال في منطقه الرضوانيه، قياده كان. نعم دكتور تركنا الوقت، ناتي على نهايه الحلقه ان شاء الله، على أن نواصل في حلقه اخرى إن شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا مع السلامه اعزائي المشاهدين الكرام، الى هنا ننهي حلقتنا هذه مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد الراوي سكرتير وزير الدفاع الاسبق الفريق اول الركن سلطان هاشم حطاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.